أفضل حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم الاستوديو التحليلي الخاص لمباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا. عايزين نستعرض معاكم التشكيل الخاص للفريقين. نبتدي معاكم بتشكيل فريق الداخلية. الداخلية هيلعب بطريقة 3-4-2-1 في حراسة المرمى عماد السيد، أما عن خط الدفاع فأحمد عبد الرسول، كمال أبو الفتوح ومحمد نجيب، أما عن خط الوسط عبد العزيز السيد، محمود طلعت، ألان كيامبادي وأحمد عبد النبي، واثنين جناحات سمير فكري، علي الزهدي ومهاجم صريح مصطفى فوزي. دكة البدلاء هتضم كل من محمود الغرباوي، كليتشي شميزن ومحمد رمضان، فانوم ألفريد، وليد مصطفى، كريستوفر جوهان، حسين رجب، رشيد أحمد، عبد الرحمن البنوبي، والغيابات كريم يحيى إيقاف وتراكم انضرات. طيب اما عن تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا، فالكابتن معين الشعباني هيلعب 4-2-3-1 في حراسة المرمى محمد بسام، خط الدفاع محمد شكري، رجب النبيل، سيف تقى، احمد بيكم، اما عن خط الوسط محمد عادل ومحمد كناريا، وتحت راس الحربة محمد عنتر، محمد ابراهيم، ميدو جابر، ومهاجم صريح جابريال شيكودي. اما عن دكة البدلاء فبتضم كل من عامر، احمد هاني، محمود نبيل، محمود زلكا، كونستانت وايو، ومروان الصحراوي، احمد القرموطي، عمرو ألاوة، وابراهيم ايولا. اما الغيابات في سيراميكا كليوباترا فاحمد ياسر ريان للاصابه، محمد توني اصابه ايضا، وكمان علي الجبري. ده تشكيل الفريقين. كابتن تامر هروح معاك على طول سريعا لخط دفاع فريق الداخلية. يعني كنا بنقول انه الكابتن علاء عبد العال في المباراة الأخيرة خرج محمد نجيب وكمال أبو الفتوح ودفع بعبد العزيز السيد وأحمد عبد الرسول، لحين هو بيلعب بيهم كلهم من بداية اللقاء النهاردة. فمن وجهة نظر حضرتك، يعني بنشوف كمال أبو الفتوح بيشارك، محمد نجيب بيشارك، عبد العزيز السيد وأيضا أحمد عبد الرسول، هل نشوف من الأمور دي إن كده ابتدى كابتن علاء عبد العال يتدارك الأخطاء اللي كنا بنتكلم عليها في بداية حديثنا وبنقول إن هو لأ، حتى لو هيقفل الملعب ويلعب دفاعي برضه هيلعب على المرتده، وفي نفس التوقيت يكون برضه ما بيتنازلش عن احراز الاهداف في بدايه المباراه. بص انا قلت لك الماتش اللي فات كان فيه اخطاء دفاعيه كارثيه، عشان كده كان لازم يرجع لطريقه اللي هو خمسه، خصوصا ان هو النهارده بيدي حريه، النهارده بيغيب كريم يحيى الباك ليفت الاساسي، فبيلعب بطريقه ان هو عبد العزيز سيد ناحيه الشمال وبيلعب احمد عبد النبي ناحيه اليمين. الطريقه دي هتفيده ان هو بيلعب النهارده مصطفى فوزي. مصطفى فوزي من اللعيبه الرصاصات حربه اللي هي اسمها قوي، بيلعب دماغه كويس قوي، فبيعرف يستغل العرضيات. فاعتقد النهارده الطريقه دي هيدي حريه لعبد العزيز سيد واحمد عبد النبي انه يتقدموا ويعملوا عرضيات كتيره، خصوصا ان سمير فكري وعلي زاهر، سمير فكري من نوع اللعيبه اللي بتحب تخش جوه الملعب، فهيدي المساحه لعبد العزيز سيد ان هو يطلع. وفي نفس الوقت علي زاهدي راس حربه، فعلي زاهدي في اوقات كتيره قوي بعد لما بتتعمل العرضيه هيبقى راس حربه تاني مع مصطفى فوزي. صحيح. فاعتقد ان الطريقه اللي بيبتدي بيها كابتن علاء عبد العال اعتقد نتيجه يعني طريقه جيده. لا وشفنا علي زاهدي زي ما حضرتك بتقول في المباراه الاخيره، لا من اللعيبه المؤثرين جدا على المرمى. لا مؤثر، وهو اصلا كان راس حربه يعني في الجيش السنه اللي فاتت كان بيلعب كراس حربه على طول، فهو ان هو يوظفه في الحته دي معناه ان هو هيستفيد بيه كراس حربه تاني في معظم الاوقات. على الجانب الاخر بقى الداخلية النهارده يمكن التامين الدفاعي ده كان علشان برضو خطوره العرضيات بتاعه سيراميكا وخطوره لعيب زي احمد ياسر ريان. عدم وجود احمد ياسر ريان النهارده طبعا هياثر على سيراميكا، لان النهارده راس حربه الاساسي والبديل اللي هو صلاح محسن مش موجودين، فهيضطر ان هو يبتدي بجابريال. طبعا كناري رجع من الايقاف فهيلعب هو مكان وايو، فهو التشكيل الاساسي عند معين الشعباني، ولكن يعني تشكيل متوازن. الداخليه لا تشكيل تامين دفاعي، ولكن لو بصيت عليه هتلاقيه ان هو لا بيلعب بطريقه هجوميه.